السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم التمرين هذا. خديتو من التمرين 21 صفحه 193 المقرر المفي بالفرنسي ديال السيزيام. ركزوا معايا. قبل ما نبدا معكم غنحاول نذكر نقول لكم واحد الخاصيه غنستعملوه في السؤال التالي. تصنتوا الا كانت اكس تيرم ابارتيان ا زيد يعني عدد نسبي كنسنتو جوج قواعد. القاعده الاولى ان الليميت لما اكس يؤول اكس زيرو بلس يعني هادي على يمين اكس زيرو تاع او دو اكس تتساوي اكس زيرو وليميت لما اكس يؤول اكس زيرو موان تاع او دو اكس تتساوي اكس زيرو موان زيرو تاقي. ولا كانت اكس عقل الا كانت اكس زيرو ابارتيان ا ار محروم من زيد. كيفاش ار محرومه من زيد؟ يعني ار حيد منها الاعداد الصحه النسبيه، حيد لنا واحد ناقص واحد، جوج ناقص جوج، ثلاثه ناقص ثلاثه، اربعه ناقص اربعه، يعني خلي في هذوك الاعداد اللي فيهم الفاصله. كنسنتو ان الليميت لما اكس يؤول اكس زيرو تاع او دو اكس تساوي او دو اكس زيرو. المهم عقلوا لي عافاكم على الخاصيات. دابا هاد الشخص دابا الخاصيه دي غنشرح لكم من وصل السؤال الثالث. دابا ركزوا معايا. السؤال الاول نبداو على بركه الله نبداو نجاوبو. السؤال الاول كبير ان اف دو اكس محصوره بين هاد الواحد. دابا اش كتعرف انت دابا على الجزء الصحيح او دو اكس؟ هاي نعلم ان هادي قاعده هادا تعرف باش تيستي. ارسم هاد المستقيم هذا وحط الزيرو وحط الواحد. دابا اذا كان اكس هنا يستحي حتى شحال هو العدد اللي على اليسار يعني هو اكس هو زيرو. الو اكس كيكون محصور ب او دو اكس اكبر او تساوي هنا اكبر او تساوي ومحصور ب او دو اكس زائد واحد. باش تبدا يوصل حتى هو زيرو اذا اكس يكون محصور ب او دو اكس زائد واحد. هذه علاقه غدير. اذا جبدو التقطيع اللي بغينا تقطيع تاع او دو اكس جبدو يعني او دو اكس غتحطها حتى في الوسط اصغر من او تساوي اكس و هادشي في الوسط غدير اكس اصغر من او دو اكس زائد واحد. يلا جبدي سيدي او دو اكس يعني اكس هاد زائد واحد من هادشي الطرف الاخر ناقص واحد غتولي اصغر من او دو اكس. برافو. اذا اش كتسنتج ان او دو اكس محصورة بين هاي او دو اكس صغر من اكس يعني هاي او تساوي اكس و اش اكبر او تساوي اكس ناقص اكبر قطعا هاي اكبر قطعا من اكس ناقص واحد. ملي كتبت هاد القواعد اش كدير؟ كتمسح السبورة ياك و عاد كتخلي هادي كدير نعلم ان او دو اكس اونكادري اونتر اكس و اكس موان زيرو. ها حنا دابا عرفناها تاقي. اش بقالك؟ تاقي تاع سينيس اكس كتعرفو سينيس اكس يكون محصور بين هاش بين واحد و ناقص واحد غدير. و نعلم ايضا سينيس اكس كيكون محصور بين واحد و ناقص واحد هاكا غدير. لو تي عندك المجموع غدير اذا او دو اكس زائد سينيس اكس كيكون محصور بين هاش بين اكس هنا كاين الزائد زائد واحد قادر زائد هنا اكس ناقص واحد اللي هي هادي هاي زائد قوس كاين ناقص واحد غنحطها هنا اش تولي هادي هي تولي بحكة اكس ناقص واحد ناقص واحد هي اكس ناقص جوج هاي سي. فاش غتبقى دابا القضية فين غدير او تساوي؟ ركزوا معايا كاين شي واحد غيشوفها هنا غيقول عندي او تساوي هنا الو غندير هنا ولكن حاولوا تفهموا علاش انا نشرح لكم علاش. ركزوا معايا دابا نفترض بتصنتو تصنتو مزيان دابا تصنتو دابا انا نشرح لكم علاش درنا اكبر او تساوي وهنا درنا اكبر علاش درنا هنا اصغر او تساوي وهنا اكبر قطعا. انا نشرح لكم علاش.
دابا او تساو في كاين المشترك بيناتهم. المشترك اللي بيناتهم هو اكس واحد، يعني ها هو المشترك بيناتهم. او تساو يعني او تساو، لان او تساو انت قطعا تافقي تافقي عند المجموع. ركزوا معايا دابا، او اكس دخل عليكم بالله، او اكس دخل عليكم بالله في الحال، واش كتساوي اكس ناقص واحد؟ ما كتساويش اكس ناقص واحد. او دو اكس ما كتساويش اكس ناقص واحد. برافو عليكم. سينيس اكس غتقدر تكون كتساوي ناقص واحد. برافو. اذا المجموع تاعهم، المجموع تاعهم، ما ان او دو اكس ما كتساويش اكس ناقص واحد، ما ان او دو اكس ما كتساويش اكس ناقص واحد. تافقي؟ انا نشرح لكم كيف. تصادفوا انا نعطيكم مثال بسيط، نشرح لكم انا بالاعداد. دابا تصادفوا مثلا ناخذوا ناخذ او دو اكس محصور بين واحد و زيرو باغ اكزومبل. مثلا نعطيك كمثال هنا، مثلا تافقي و سينيس اكس يكون محصور بين واحد و ناقص واحد. تافقي؟ اذا اش غادير؟ او دو اكس زائد سينيس اكس غيكون محصور بيناش. هاي او دو اكس زائد سينيس اكس غيكون محصور بيناش بين واحد زائد واحد هي جوج، وزيرو ناقص واحد هي ناقص واحد. تافقي؟ دابا هنا، دابا او دو اكس هنا تقدر تكون كتساوي، تقدر تكون كتساوي واحد. تافقي؟ الوغ بما انها كتساوي واحد، فإن هذه زائد هذه غتكون أكبر أو تساوي، غتكون أصغر أو تساوي جوج. دابا في المثال هذا اللي طبقنا، عندك أو دو إكس تساوي واحد، هاي ندير أو دو إكس تساوي واحد، هاي في المثال هذا سينيس إكس غيساوي واحد. مثلا هاي سينيس إكس يساوي واحد، عندي المجموع تاعها هذه زائد هذه، يعني أو دو إكس زائد سينيس اكس غادي يساوي اثنان. تافقي؟ غادي يقدر يساوي اثنان. هادي زائد هادي اللي هي هادي، هاي تجدد او تساوي. تافقي؟ دابا نجيو هنا او دو اكس عندي كتخالف الصفر، هاي كتخالف الصفر، مي امبوسيبل تساوي صفر. برافو. سينيس اكس كتساوي ناقص واحد. برافو. سينيس اكس كتساوي هاي ناقص واحد. صنتو دابا اللي بغينا نجمعو هادي مع هادي، وحدة فيها تخالف الصفر وحدة فيها تساوي واحد. الوغ هاد سينيس اكس تساوي واحد، خاصني نرد سينيس اكس تخالف ناقص واحد. لحقاش ماشي بالضرورة سينيس اكس تساوي ناقص واحد، ماشي بالضرورة سينيس كيساوي ناقص واحد. تافقي؟ دابا ملي غنرد كيخالف ناقص واحد، غنجمع سينيس اكس زائد او دو اكس، شتولي؟ غتولي كتخالف ناقص واحد زائد زيرو اللي هي ناقص واحد. الوغ سينيس اكس زائد او دو اكس بحكا، يعني او دو اكس زائد سينيس اكس غيخالف لك ناقص واحد. تافقي؟ هادشي اللي درت لنا او تساوي. ولا شوفو فهمتو، خدوها بصفة عامة، فهمتو انا نشرح لكم، خذوها بصفة عامة انا نشرح لكم. شوف دابا عندي او تساوي هنا وهنا، كاينة مشاركة بين هادي وهادي. اذا ملي نجمع هادو غتبقى هادي او تساوي، وهنا ما غتبقاش لحقاش هادي ما مشاركاش بيناتهم. خذوها بصفة عامة، شوف هنا كاين او تساوي، هنا كاين او تساوي. اذا غندير هنا او تساوي، هنا كاين او تساوي، ما كايناش او تساوي. الوغ هنا ما غنديرش او تساوي لحقاش كاين هنا وما كايناش هنا. تافقين؟ هنا كاين هنا وهنا، هادشي درت تساوي. اما هنا راه ما كاين، راه كاين هنا وما كايناش هنا. هادشي دارو اكبر قطعا لحقاش كاين تساوي هنا وما كايناش هنا. تافقين؟ هاي وهذا راهي اف دو اكس، يعني اف دو اكس لقيتها محصورة بين اكس زائد واحد اكس ناقص واحد. هاي هي اكس ناقص جوج، هاي اف دو اكس بقيت محصورة بين اكس زائد واحد و اكس ناقص جوج، هاتا لقيتها. دابا ندوز السؤال الثاني، السنت النهاية، تبعو معايا، تبعو معايا، ركزو معايا مزيان دابا.
السنتاج النهائي شنو غنقول؟ دابا نقولو عندي سيدي اف دو اكس ياك اون محصورا ب اكس ناقص واحد، يعني اون كادغي اونتخ اكس ناقص واحد اكس زائد واحد، سمحوا لي عافاكم اكس ناقص جوج، سمحوا لي اكس زائد واحد اف دو اكس محصورا بين هاد الجوج تافقين. و عندي ليميت لما اكس يؤول موان لانفيني تاج تاع اكس زائد واحد، اش كتساوي؟ موان لانفيني زائد واحد هي موان لانفيني، وخوت اكبر اس اللي هو ليميت تاع اكس، حقاش دالة حدودية. وكترى بلي ليميت اكس يؤول موان لانفيني اكس ناقص جوج يساوي موان لانفيني، تعرفتي هادي عطاتني موان لانفيني وهادي عطاتني موان لانفيني. غنقول اذا وحسب خاصية النهايات والترتيب فإن ليميت لما اكس يؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس يساوي موان لانفيني، صافي حقاش هادي موان لانفيني وهادي موان لانفيني، متافقين ولا لا؟ هادي موان لانفيني وهادي موان لانفيني. إذا حسب خاصية النهايات والترتيب غنسنتج أن ليميت تاع اف دو اكس كتساوي موان لانفيني، متافقين؟ دابا غندوز لهادي ليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني، انا حسب دابا ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني كعطان موان لانفيني، بصح الصبورة ندوز ليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني نفس القضية. غنقول لدينا هذا سيدي، عندنا هذا و ليميت بحيث اكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو اكس تاع تان عفوا هذه اكس زائد واحد يساوي بلس لانفيني زائد واحد بلس لانفيني، و ليميت اكس ناقص جوج لما اكس يؤول بلس لانفيني بلس لانفيني ناقص جوج هي بلس لانفيني. اذا اش كنسنتج اخويا؟ ان ليميت اكس يؤول بلس لانفيني تاع اف دو اكس غتكتب اذا وحسب خاصية النهايات والترتيب فان ليميت تاع اف دو اكس عندما اكس يؤول بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني، حقاش هادي عطاتني بلس لانفيني وهادي عطاتني بلس لانفيني، فهمتوني ولا لا؟ تافقين. دابا مسح السبورة باش نوض نحسب هادي. دابا غنجي ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس ليك، شنو نقول؟ لدينا اف دو اكس محصورة بين اكس زائد واحد و اكس ناقص جوج، وغادير وبما ان اكس اصغر من الصفر فان اف دو اكس على اكس غيتبدلو هادو، غتولي اكس ناقص جوج على اكس، اكس زائد واحد على اكس، ولكن هنا كاين او تساوي واحد اكس زائد واحد، هنا غتبقى بحال هكا قلبتي هادي كامل تا او تساوي وغتولي هنا، حقاش اف دو اكس راه كتساوي اكس زائد واحد مكتساويش اكس ناقص جوج، اش تساوي رديت هنا تافقي. غنقول وحيث ان غادي نكتب هادي وهادي، نبداو على بركة الله بهادي، ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني، انا بغيت نحسب ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني هي الاولى، هاي ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني تاعج اكس زائد واحد على اكس، اش غناخد هنا؟ اكبر اس على اكبر اس كتساوي ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني اكس على اكس يساوي واحد، اما تاخد اكبر اس على اكبر اس ولا اخترتي طريقة اخرى، مثلا دابا عندك اكس زائد واحد على اكس غتردها حتى هي اكس على اكس زائد واحد على اكس، فهمتوني؟ غتحاول دير بحال هكا ليميت تاع هادي كتساوي ليميت اكس على اكس هي واحد زائد واحد على اكس لما اكس يؤول موان لانفيني، واحد على موان لانفيني شحال؟ هي زيرو زائد واحد هي واحد، راه بحال بحال، اما تفرق هادو ولا تاخد اكبر اس على اكبر اس، تافقين؟ نفس القضية غنديرها في هادي، غندير و عندي ليميت لما اكس يؤول موان لانفيني اكس ناقص جوج على اكس ماذا تساوي؟ ليميت اكس يؤول موان لانفيني تاع اكس على اكس يساوي واحد. اذا غندير وحسب خاصية النهايات
والترتيب فإن اش كنستنتج؟ شوفوا عندكم هذه شحال، هذه كامل واحد، وهذه كامل واحد، غدير إذا وحسب خاصية نهاية الترتيب اش كتستنتج؟ نحيد هذه بعدا كي عفوا، غنستنتجو أن الليميت حيث إكس تؤول موالاة فيني تاع إف دو إكس على إكس يساوي واحد، صافي وتساويتي، تافقين ولا لا؟ تافقين. دابا غندوزو لليميت عندما إكس تؤول بلس لافين، سانتو، نفتح السبورة، شنو غنقول؟ فيها غنقول في هاد لدينا إف دو إكس محصورة بين إكس ناقص جوج و إكس زائد واحد، وحيث وبما أن إكس بوزيتيف بموجب بجوار بلس لافين، فإن أش غنستنتج؟ أن إف دو إكس من غنقسم بإكس غنبقى محتفظ على نفس الترتيب، إكس زائد واحد على إكس و إكس ناقص جوج على إكس، تافقي. دابا باش دابا نحسب ليميت تاع هادي و ليميت تاع هادي، غنقول وحيث أن ليميت إكس زائد واحد على إكس يساوي ليميت أكبر أس على أكبر أس، يعني إكس لإكس يساوي واحد لما إكس يؤول بلس لافين، لما إكس يؤول بلس لافين. و غنجي لهادي، غنكمل ليكم هنا، و ليميت لما إكس يؤول بلس لافين إكس ناقص جوج على إكس، ما هادي يساوي ليميت إكس على إكس يساوي واحد لما إكس يؤول بلس لافين، هادي واحد وهادي واحد، ألوغ أش غتسنتج؟ غدير إذن ليميت لما إكس يؤول بلس لافيني تاع إف دو إكس على إكس يساوي واحد، وذلك حسب خاصية النهايات والترتيب، فهمتوني ولا لا؟ علاش؟ هادي شحال عطات؟ واحد، وهادي واحد، إذا حسب خاصية نهاية الترتيب كنستنتجو أن ليميت إف دو إكس على إكس هي واحد، تافقي. دابا جا السؤال الثالث، فهمتو؟ صافي لي مزيان. دابا السؤال الثالث قالك ادرس نهاية اف عند الصفر، غدير نهاية اف عند الصفر، اف هي هادي يعني غدير ولكن صفر، بغيت شفت ليكم هاد القاعدة وكتبت ليكم إلا كانت اكس زيرو كتنتمي لار محرومة من زيد، ليميت كون اكس طون فير اكس زيرو تاع او دو اكس كتساوي او دو اكس زيرو، هادشي لي كتبت ليكم أنا دابا قولي. هادي هي القاعدة لي كتبت ليكم قولي. دابا عندك صفر، واش كينتمي لزيد ولا كينتمي لار محرومة من زيد؟ صفر هو عدد نسبي، ألوغ غنطبقو على هاد القواعد هادو، غنطبق على هاد القواعد هادو، شنو غنقول؟ خاص نحاول نشوف على اليمين تاع الصفر وعلى اليسار تاع الصفر، ولا قدرنا نقول شوف نديرو ليميت كون إكس طون فير زيرو تاع إف دو إكس تتساوي ليميت كون إكس طون فير زيرو تاع أو دو إكس زائد سينيس إكس، أش كتساوي؟ هي أو دو زيرو زائد سينيس زيرو، أو دو زيرو مكنعرفو لا والو في ليميت، أو دو زيرو مكنعرفو لا والو في ليميت، هادشي علاش في هاد الحالة خاص درس الحالات، علاش؟ خاص درس الحالات، خاص درس الحالة تاع الصفر على اليمين من يكون صفر على اليمين ومن يكون صفر على اليسار، وذلك بالاستعانة مع المنحنى، هاهو المنحنى لي غنستعملو بحالك، هذا هو الصفر، هذا هو الواحد بحالك، بحال لي قلنا ديك النهار قلنا درجات، هاهو واحد، هذا هو المنحنى تاع التدرج الصح، ها ناقص واحد، هذا هو الزيرو، على اليمين تاع الصفر وعلى اليسار تاع الصفر، ها هما القواعد لي غنطبقو. دابا عندك زيرو قلنا عدد نسبي، إذا نطبقو على جوج خاصيات، تافقين. غنمسح السبورة باش نحاول نكتب ليكم هاد الخاصيات لي نطبقو عليه، شنو غدير؟ غدير نعلم أن على اليمين صفر، فين هو ليميت تاع الصفر؟ هاهو، يعني في المجال صفر واحد، أي في المجال صفر مغلوب واحد
مفتوح او دو اكس تساوي صفر. اذا ليميت تاع اف دو اكس ما تساوي ليميت او دو اكس زائد سينيس اكس لما اكس يؤول زيرو بلس لما اكس يؤول زيرو بلس قلت على يمين صفر تاقي او دو اكس قلنا صفر يعني غتبقى ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تاع سينيس اكس. غنعوض دابا هي سينيس زيرو شحال هي زيرو يعني سينيس زيرو هي زيرو تاقي. دابا غتكتب نفس القضية غنعاودو نفس القضية ولكن على اليسار تاع الصفر تاقي. دابا غنحاول نمسح السبورة شنو غندوزو غنديرو ونعلم أيضا على يسار صفر. اش كتعرف عاوتاني على اليسار تاع الصفر؟ يعني في المجال هنا مجال هنا مجال ها زيرو ناقص واحد ناقص واحد ديما كيكون مغلق. عرفتي ناقص واحد كيكون مغلق؟ حقاش الصحيح في هاد الحالة كيكون هو ناقص واحد. ناقص واحد زيرو مفتوح لدينا او دو اكس يساوي ناقص واحد. اذا ليميت تاع او دو اكس عندما اكس يؤول زيرو واحد هو ناقص واحد. سمحوا لي نقولكم حقا نقولكم واحد الملحوظة نضيفة لكم قبيلة درنا قوية على يمين صفر يعني في المجال هذه على يمين هاي يمين صفر يعني في المجال كي انا بحق شبنا قوية صفر واحد اللي هو هذا عندي او دو اكس تساوي صفر يعني ليميت تاع او دو اكس هي صفر عندما اكس يؤول صفر بلس. هاي ليميت عندما اكس يؤول صفر بلس تاع او دو اكس تساوي صفر. طبقنا عليه القاعدة عندي الصفر كينتمي لزيد هاو الصفر كينتمي لزيد. إذا على اليمين تاع الصفر عندي ليميت تاع او دو اكس عندما اكس يؤول زيرو بليس هو اكس صفر اللي هو صفر عندما عندي اكس صفر هو صفر تاقي. على اليسار تاع الصفر يعني في المجال ناقص واحد صفر عندي ليميت عندي او دو اكس تساوي ناقص واحد. إذا ليميت تاع او دو اكس في هاد الحالة شحال هو ناقص واحد لما اكس يؤول زيرو زيرو موه. شنو في قاعدة قوية اكس يؤول اكس زيرو موه هي اكس يؤول زيرو موه تاع او دو اكس كتساوي اكس زيرو ناقص واحد. اكس زيرو راه هي زيرو هاد ناقص واحد راه هو زيرو ناقص واحد. تقدر تش تقدر دير الا بغيتي تطبق هادشي طبق هاد القاعدة. غتكتب لدينا غتكتب في الأول لدينا صفر ينتمي إلى زد. إذا ليميت عندما اكس يؤول صفر بلس تاع او دو اكس يساوي صفر. اذا ليميت لما اكس يؤول صفر بلس تاع اف دو اكس هذا تساوي ليميت بحيث اكس يؤول صفر بلس تاع او دو اكس زائد سينيس اكس. برافو ماذا تساوي ليميت بحيث اكس يؤول صفر بلس تاع سينيس اكس. علاش قال لنا ليميت تاع او دو اكس هي صفر تساوي سينيس صفر تساوي صفر تاقي. غتقول ولدينا ايضا ليميت عندما اكس يؤول صفر موان تاع او دو اكس يساوي صفر ناقص واحد يساوي ناقص واحد. اذا ليميت تاع اف دو اكس ماذا يساوي ليميت تاع او دو اكس زائد سينيس اكس ماذا يساوي؟ علاش قلنا هاد ليميت تاع هي ناقص واحد يساوي ليميت تاع ناقص واحد زائد سينيس اكس. برافو لما اكس يؤول زيرو موان يساوي هاد شحال قلنا ناقص واحد زائد سينيس زيرو اللي هي ناقص واحد. هي مبغيتش دير هادشي تاقي ولدي بحق. لدينا نعلم على يسار صفر يعني في المجال ناقص واحد صفر او دو اكس يساوي ناقص واحد. إذن وجه خدام إذن ليميت تاع اف دو اكس ماذا يساوي ليميت بحيث اكس يؤول زيرو موان اكس يؤول زيرو موان حقاش هاي قلت على يسار ماذا يساوي
تاع او دو اكس زائد سينيس اكس، غادي يساوي ليميت اكس يؤول صفر موان او دو اكس هي ناقص واحد. هاي قلنا ناقص واحد زائد سينيس اكس، فاهمين؟ سينيس اكس غنعوضها بزيرو، يعني تولي ناقص واحد زائد سينيس زيرو اللي هي ناقص واحد. صافي وانا ساليت، متافقين؟ دابا كاين اللي غيقول بحال الطريقه اللي وليتكم، كاين اللي غيقول طريقه اخرى شغيقول تصنتو، غيكتب هاد المهم انا الطريقه اللي قلت لكم شافوها وانا غنحاول نقيدها لكم دابا تصنتو. غيقول غيقول لدينا صفر ينتمي الى زيد، اذا ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تاع او دو اكس يساوي صفر، لحقاش اكس صفر هي صفر، ومنه ليميت لما اكس يؤول صفر بلس تاع اف دو اكس ماذا تساوي؟ ليميت حيث اكس يؤول زيرو بلس تاع او دو اكس زائد سينيس اكس ماذا يساوي؟ او دو اكس ليميت تاع هي زيرو، هاي زيرو زائد سينيس اكس غنعوضها بزيرو زائد سينيس زيرو هي زيرو، متافقين؟ غنديرو و عاوتاني ليميت بحيث اكس يؤول زيرو موان تاع او دو اكس اش كيساوي؟ زيرو ناقص واحد، هاي يساوي ناقص واحد، علاش اخويا؟ لحقاش اكس زيرو هي زيرو، متافقين؟ ومنه ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع اف دو اكس ماذا يساوي؟ ليميت اكس يؤول زيرو موان تاع فين اف دو اكس؟ هاي او دو اكس زائد سينيس اكس ماذا يساوي؟ ليميت عادي هاي هي ناقص واحد، ناقص واحد زائد سينيس زيرو يساوي ناقص واحد، حقا سينيس زيرو هي زيرو، متافقين ولا لا؟ متافقين؟ المهم نتمنى واحد باش تكونوا استفدتوا معنا في هاد الحصة هادي، في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول ندوز لكم تمرين تطبيقي آخر، يلا نخليكم دابا في أمان الله.